مهم لانه بيساعد على امتصاص الحديد. مهم كمان ان انا اتاكد ان مفيش نقص في الهيموجلوبين، مفيش انيميا، مفيش نقص حديد ولا نقص في مخزون الحديد. كمان من الاسباب الرئيسيه برضو اللي بتعمل لي مشاكل في الشعر مشاكل الهرمونات. اثناء فترات الحمل في الغالب بيبقى معظم شعر السيدات كويس، بعد كده. الولاده تقريبا والرضاعه كمان بيتدمر. عايز بس اكد على موضوع الرضاعه، هو التساقط اللي بيحصل بعد الولاده نتيجه اختلاف الهرمونات، وده في الغالب بيبدا بعد 90 يوم 3 شهور، والموضوع بيستمر كمان 90 يوم وبرجع الموضوع يتحسن. في سيدات بيرضعوا وما حصل لهمش مشاكل، وفي ما بيرضعوش وحصل لهم مشاكل. فالرضاعه مش سبب، ولكن اختلاف الهرمونات اللي بعد الولاده هو ده السبب الرئيسي في الموضوع. فترات بقى انقطاع فترة الدورة الشهرية والحاجات دي هي كمان برضو بتأثر على تساقط الشعر. طب وهل تكيسات المبايض برضو ليها دور في تساقط الشعر؟ ده مهم جدا اللي كنت أقوله أحيانا. فعلا تكيسات المبايض سبب رئيسي في تساقط الشعر، ولازم من وقت للتاني السيدات يطمنوا على نفسهم ويطمنوا مفيش تكيسات، عشان انتاج الهرمونات وخلل الهرمونات ده بيعمل لي مشاكل كتير على رأسها برضو تساقط الشعر. كمان الناس اللي عندها مشاكل في الغده الدرقيه سواء بالزياده او بالنقصان بسبب لي مشاكل الشعر. يعني اهم حاجه احنا نعرف السبب فين ونعالجه. بالظبط. طيب في ناس بقى خدت اقراص، اسبريهات، شامبوهات، ومهما تعمل برضو شعرها بيتساقط. تمام. فابتدت انها تتجه للميزوثيرابي والبلازما. تمام. ايه الفرق ما بينهم في تساقط الشعر، في علاج تساقط الشعر؟ طيب هو المفهوم البلازما، البلازما ده احنا بناخد دم من العيان، بناخد تقريبا 10 سنتي من العيان نفسه، وبتفصل في المعمل بناخد بس البلازما وفيها الصفائح الدمويه. الصفائح الدمويه تقريبا بيكون فيها حوالي 15 جروس فاكتور او عامل من عوامل النمو. بس لازم البلازما علشان تتعمل بالكيت الخاصه بيها او الانبوبه الخاصه بيها. البلازما دي عامله ثوره بره وعامله نتائج رهيبه جدا بره، ولكن للاسف شديد بعض الناس اساءوا يعني تهدرها وبدا عملوها في انابيب ازاز كده يعني رخيصه، فبتديش اي نتائج خالص. ولكن لو اتعملت بالانبوبه الخاصه بيها بتدي فعلا نتائج رائعه جدا. زي ما قلنا فيها حوالي 15 عامل من عوامل النمو، دي بتتحقن بشكل مباشر في فروه الراس، فبتوصل العوامل دي للبصيله بشكل مباشر. طب بتحتاج بيه بتحتاج بنج؟ بنحط مخدر موضعي لان الشكه بتكون شويه مؤلمه، وهي دايما عندي حاجه بقولها، لولا الالم بتاعها كانت الناس وقفت عليها طوابير، لان نتائجها رائعه جدا جدا. طب الحاله بتحتاج كام جلسه؟ احنا بنبدا تقريبا بثلاث جلسات، جلسه كل شهر، وبعد الجلسه الثالثه بنقيم النتيجه. في استجابه خلص يكمل، مفيش مشكله يكمل 6 جلسات 7 جلسات، لكن لو مفيش نتيجه بعد الجلسه الثالثه لا بنقول وقف كده، ان العلاج ده مش جايب معاك ايه، مش جايب معاك نتيجه. طيب بالنسبه للميزوثيرابي، بالنسبه للميزوثيرابي هي مجموعه فيتامينز بتتحقن بشكل مباشر برضه في فروه الراس، ونتيجه كويسه جدا، وخاصه اذا كانت من يعني براندات كويسه والدكتور هو اللي وصفها. وبرضه بتحتاج بنج؟ لازم، هو لازم الفكره كلها برضو. نفس الحقن تقريبا. طب مين فيهم اللي نتيجته اسرع؟ اللي نتيجته افضل لو اتعمل بالكيت الخاصه بيها البلازما. البلازما. طيب هسأل حضرتك دلوقتي سؤال، مين الحالة اللي لو جات لك تقول لها ما ينفعكيش لا بلازما ولا ميزوثيرابي؟ يعني أمراض معينة تمنحها إن هي تعملها. طيب هي البلازما والميزوثيرابي أنا بعتبرهم زي فيتامينز، حد بياخد مكملات غذائية، فهو ده مش يعني لو حامل هنكمل، ولكن لو في حد عنده بقى صلع وراثي. أيوة. تمام، ده احنا بنقول له أنت عندك مشكلة في هرمون معين، البصيلة عندك حساسة ليه زيادة، فلازم ناخد علاج تاني معاه، وفي الغالب بيكون ماده فعاله فيه اسمها مينوكسيديل، وبتعتبر ده حل كويس جدا للناس اللي عندها صلع وراثي، وخاصه لو بداوا من بدري. تمام، يعني المينوكسيديل بيبقى مكمل معانا مدى الحياه. مكمل معانا مدى الحياه لانه عامل بالظبط زي اللي عنده سكر وعنده ضغط. اللي عنده سكر ما ينفعش يجي يقول لك انا هاخد الانسولين شويه وهبطله. هتبطله سكرك هيبوظ، جسمك هيبوظ، ولو ما اخدتش برضه الانسولين جسمك هيبوظ وسكرك هيبوظ. نفس الموضوع اللي بالزبط. عنده صلع وراثي، الحل الجذري ليه استعمال المينوكسيديل، وبنعتبره حاجه من الروتين اليومي
يعني وانا بغسل سناني بمخ الكام بخل اللي الدكتور كاتبهم وده بيحمي لي شعري. طب لو ما اخدتوش شعرك ماشي في سكه التساقط مفيش حاجه هتوقف ايه؟ يعني كاننا ما عملناش حاجه. بالظبط يا فندم. بالظبط. طب احنا دايما نعرف عن التنيه الجلديه. دلوقتي ظهر مصطلح جديد ما سمعناش عنه قبل كده هي تنيه الشعر. تمام. حضرتك قول لي ايه هي اسبابها واعراضها؟ طيب هي التنيه دي نوع من انواع الفطريات الموجوده على جسم الناس باستمرار. طيب ليه بيجي بتكون موجوده اكتر في فروه الراس؟ لان التنيه دي حتى اسمها نوع اسمه ملاسازيا، ده اللي بيأثر على فروه الراس. هو بيكون محتاج وسط دهني، والوسط الدهني ده متاح جدا في فروه الراس. فمهم جدا ان احنا لو ظهر حاجه زي التنيه في فروه الراس، طبعا علامتها بيكون وجود قشره لونها مصفر شويه، بتكون ساعات لازقه في الشعر، بتكون ريحه الشعر شويه مش لطيفه، بنبدا نستعمل شامبوهات ضد القشره، ممكن نستعملها علاجها العلاج يوم بعد يوم لمده اسبوعين، وبعد كده نكمل مرتين في الاسبوع. ممكن ناخد اقراص مضاده للتانيه عن طريق الفم، وفي الغالب بنقول للناس دايما يحاولوا يجففوا راسهم كويس، ما يعرقش كتير، الحاجات دي مهمه. طيب الشخص المصاب بتانيه الشعر يعمل ايه علشان ما يعديش اللي حواليه؟ طيب لو احنا بالظبط قصدنا اللي هي التانيه كابيتس، هي بتتنقل عن طريق التلامس، يعني راس لراس، وفي الغالب دي بتيجي في الاطفال بتوع المدارس. تمام. ومصدرها العدوى الرئيسيه في الغالب يا اما بتكون جايه من طفل تاني او من الحيوانات سواء القطط او الكلاب. ده مصدر رئيسي برضه لعدوى تانية الراس. يعني اللي بيربوا حيوانات في البيت لازم ياخدوا بالهم جدا من نظافتها بالظبط. ولو اتكلمنا عن تانية الراس بشكل محدد، في دواء خاص بيها، ده بيتاخد لمده شهر ونص او 3 شهور، ده عن طريق الفم. وللاسف الدواء ده ما فيش منه دواء شرب، فحتى الاطفال بنقول لهم ياخدوه عن طريق الاقراص. وزي ما الدكتور كاتبه، لو ما لقاش بديل ما يجيبش، لانه ما فيش حاجه تانية هتجيب نتيجه غير الايه؟ غير الدواء ده. غير الدواء ده بالظبط. طيب دلوقتي ستات كتير بتلجا للبروتين المعالج والكيراتين المعالج على اساس ان يعني عايزه شعرها على طول مفرود. تمام. بدل السشوار والبيبيليس. تمام. هل فعلا المنتجات دي يعني فعاله في علاج الشعر زي ما بيقولوا ان هي معالجه بجانب ان هي بتفرد الشعر؟ طبعا هو ما فيش حاجه اسمها ان هو معالج ده خالص. البروتين